العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت توترات اقترابا ومشدات في محطات عديدة طيلة عقود. فمع نهاية الأربعينيات كانت تركيا أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بدولة إسرائيل بعد عام واحد على قيامها. عام 91 تبادل الطرفان السفراء وتم توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون بين البلدين بمختلف المجالات وأجريت مناورات عسكرية مشتركة. عام 2002 بعد 3 سنوات من انتخاب رجب طيب أردوغان رئيس وزراء لتركيا، قام عام 2005 بزيارة إسرائيل عارضاً العمل وسيطاً للسلام في الشرق الأوسط. عام 2008 بدأت العلاقات ما بين البلدين بالتوتر نتيجة لإدانة أنقرة الحرب على غزة. الإدانة هذه ترجمت إلى مظاهرات شعبية غاضبة انتشرت في جميع أنحاء تركيا رافضة شن الحرب على غزة. أيار 2010 سحبت تركيا سفيرها من إسرائيل بعد مقتل 9 نشطاء أتراك كانوا قد تواجدوا ضمن أسطول سفن هدف كسر الحصار عن غزة. ديسمبر 2020 أرسل أردوغان برقيات لإسرائيل بهدف إعادة إحياء العلاقات بين البلدين. في الفترة الأخيرة شهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تصعيداً وتعقيداً آخرين جاء بعدما اعتقلت تركيا خلية مكونة من 15 شخصاً يشتبه أنهم تجسسوا لصالح المخابرات الإسرائيلية. لم تلبث الحكومة الإسرائيلية نفي هذه التهمة حتى قامت السلطات التركية بإلقاء القبض على زوجين اتهما بالتجسس بعد التقاطهما صوراً لمقر إقامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعلى ضوء اعتقال الزوجين طالب رئيس الحكومة الإسرائيلي القادة والساسة عدم منح تفاصيل حول القضية منعاً لأي تعثر في المفاوضات الساعية لإطلاق سراحهما. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي من مطار بن غوريون الدولي مراسل I24 News أدهم حبيب الله، مرحبا بك أدهم. يعني أدهم، هل من جديد بالنسبة للاتصالات الإسرائيلية التركية؟ بداية حتى اللحظة يعني الأمور كما يرى البعض تزداد تعقيدا، علما بأن طاقم الدفاع عن المتهمين والمتواجدين في إسطنبول تحدثا قبل قليل على أن القضية يعني لا ترتبط فقط بالجنايات إنما هي أيضا قضية تحولت إلى قضية أمنية كيفما ترى تركيا في هذا السياق. ولذلك حتى اللحظة يعني لا يوجد أي جديد، ولكن الجانب الإسرائيلي أكد أنه سيواصل التكثيف من الاتصالات الدبلوماسية من أجل تحرير الزوجين وإعادتهما في أسرع وقت ممكن إلى البلاد، علما أنه بحسب التقارير التي وردت بالأمس فأن إسرائيل منحت حتى يوم غد، يعني اليوم يوم الأحد هو الموعد الرسمي إلى عودة الزوجين. ولكن هناك من يعتقد أيضا في إسرائيل على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول افتعال هذه الأزمة الدبلوماسية أو لربما السياسية لمكاسب شخصية سياسية، أو لربما قد تكون أيضا من أجل إبرام صفقة مع الجانب الإسرائيلي. ولذلك حتى هذه اللحظة الأمور يعني لم تتضح بعد، ولكن على ما يبدو بأن القضية هذه ارتقت إلى مستوى أعلى من ذلك. إذا تحدثنا بالبداية عن التقاط صورة لقصر الرئيس فإن هذه القضية يعني كانت البوابة لأزمة دبلوماسية حقيقية على ما يبدو بين البلدين. نعم، وصلت الفكرة من مطار بن غوريون الدولي مراسل I24 News أدهم حبيب الله، شكرا جزيلا لك. وبقاء في هذا الموضوع أريد أن أرحب بوكيل السياحة الأستاذ عبد المنان التيتي. مرحبا بك أستاذ عبد المنان. نعم، يعني أستاذ عبد المنان، أنت مدير مكتب سياحة وتسير العشرات من الرحلات من إسرائيل إلى تركيا أسبوعيا أو يوميا لربما، هل تشهد السياحة بين البلدين تراجعا في ظل هذه الأزمة؟ أول شيء مساء الخير لك لجميع المشاهدين. أهلا. المضبوط، لا لحد هسه ما فيش لها ابعاد هاي القضيه وعلى عم بيصير. طبعا احنا كنا بنتابع عن قرب الاحداث الاخيره اللي بتصير، الشيء طبعا مش لصالحنا، مش منيح للسياحه طبعا، والعلاقات احنا اللي بالنسبه لنا كوكلاء سياحه اهم دول اللي لنا بالسياحه هي تركيا وبالذات اسطنبول. يعني احنا اليوم بالوسط العربي 70% من شغلنا هو على اسطنبول وعلى تركيا. حاليا احنا بالوسط العربي طبعا الاشي ما اثرش كيف لازم،
أكثر بالوسط اليهودي في تراجع في تخوف، لأن العلاقات دائما بين تركيا وإسرائيل طبعا في آخر سنين مرت زي ما حكيت في التقرير من قبل عدة يعني مشاكل، مشاحنات، الأمور مش على ما يرام كانت، بس من جديد اليهود بدوا يرجعوا اللي على تركيا. عندك وسط عربي لا ما بتوش أهمية هذا الموضوع، بالعكس بالنسبة لنا كل يوم زي ما حكيت عشرات. نعم. عندنا الحجوزات اللي بتسافر على طب نعم، ما الذي تسمعه من الأشخاص الذين يتواجدون حاليا في تركيا؟ هل تسمع أي نوع من القلق أو الخوف؟ في قلق معين يعني بعد ما اليوم بعد ما سمعنا امبارح اللي صار كصورة لقصر أردوغان، الكل اليوم بأخذ الحذر كيف يتصرف كإسرائيلي، إذا كان يتصرف بأشياء معينة صار يأخذ الحذر أكثر. طبعا الإشي أعطانا يعني زي ملاحظة أعطانا أو ضوء أحمر إن العلاقات دائما على يعني بأي لحظة ممكن تهتز بين هاي الدولتين على مر الأيام والسنين، فكل السواح مخذين الحذر يعني كيف بتصرفوا أكثر بحذر بإسطنبول. نعم أستاذ عبد المنان التيتي وكيل سياحة، شكرا جزيلا لك.